مرة على الإبقاء بالكرة مع فريق ديما الفجيرة إلى ألفارو. ألفارو ممتاز طلال عبد الله، ممتاز طلال عبد الله، يقدم مباراة جميلة في هذا اللقاء. أجرى أربع تغييرات عالية من أجزاء في وسط الملعب إلى جافي، حلوة الكرة الماضية لكن طلال الله يا طلال، الله يا طلال، لاعب يقدم مباراة جميلة، يقدم مستوى دفاعي رائع جدا مع فريق الحمد. محاولة في المرور، جافي لازال يمتلك الكرة إلى كوتو، الله على العرضية، دييغو استلم إلى تفوز لازال في منطقة الجزاء، هدف من جديد. استخلاص الكرة، يلا يا عزاء، يلا يا تشيكينو، وحدة الكرة تبقى جيدا من مدافعي فريق الحمري عدل.